مرحبا مدام غادة. يعني مرحبا بدي. أهلين. في مجال نفهم شو بك؟ ما في شيء. يعني ليش هيك معصبة؟ يعني أنا بعرفك بس تعصبي بعرفك. خير؟ خلص غسان، ماني رايقت لك. ها؟ لا في شيء، خلص أنا صرت متأكد إنه في شيء. طيب، أنت وين رايحة؟ ما دخلك. لا ستي دخلني وبدي وصلك أنا براسي، في مجال؟ ماشي، رح وافق، بس لأنه ما في تكاسي. بس هيك؟ تفضل. الو الو، اسمعيني منيح صابرينا، في شغله بدي اقول لك اياها ولازم تفهميها منيح. انا ماني ولد وماني مراهق مثلك. انت كنتي سبب بطلاقي من مايا، ما بدي تكوني سبب بخراب بيتي مره ثانيه. لا بقى تتصلي فيني، مشان الله مشان الله لا بقى تتصلي فيني. هلا هذا المطلوب؟ بعدين انت لو بتشوفني اكيد رح تغير رايك. والله اني كبرت وحليت، بعدين انا بابا معه مصاري كثير وبيعيشك ملك، بس انت كون معي. لك شو انت ما بتفهمي؟ عن جد انت ما بتفهمي؟ لك عم بقول لك انا متجوز، متجوز. طب بس خليني اشوفك على الاقل. لا ما في مجال. طب الله يوفقك، والله ما باخرك. يعني بس شوي بشوفك وبنحكي، وإذا ما عجبك الحكي خلص بحمل حالي وبحل عنك، وإذا بدك كمان بجي بعتذر من مرتك. استغفر الله العظيم. طيب ماشي. إمتى وين؟ طب أنا بس معلش في مجال أفهم شو بك؟ متضايقة. لك شو متضايقة؟ طيب فهميني شو القصة؟ ما في شيء. لا أمبلا في شيء. طيب متخانقة أنا وحسان. أيوه. طيب ليكي هون في كافيتيريا، تعي نقعد نشرب لنا كاسة شاي ونفهم شو الموضوع. تفضل. يا بنت الحلال وكي الله ما في شيء. شو بتلوي؟ كثير متضايقة كثير. لك ليش متضايقة؟ ما في شيء من اللي ببالي. طيب خلينا نقعد هونيك، ما بدي العالم يشوفوني وأنا بهالحالة. تفضلي. ليش قلبي حاسسني انه رح يصير اليوم مثل الافلام المصريه وتطلع سابرينا موعده حسان بنفس الكافيتيريا اللي قاعدين فيها غسان ومايا؟ لك لا قصدي غاده. ممكنه، لكن ممكن كتير. لا اسمحوا لي هنديه شوي، بس بنرجع ومنقول انه بيصير. لكن ليش لحتى ما يصير؟ لك بتصير بس مو دائما. بقى تخيل يا غسان، لك انا شو ناقصني؟ شو ناقصني حتى يتطلع بغيري؟ اسمحي لي اقول لك شغله، انه انت عم تحكي كلام عاري عن الصحه، اساليني ليش؟ ليش؟ لانه الزلمه بيحبك ومستحيل يتطلع بغيرك، كمان اساليني ليش؟ ليش؟ ها سالتيني ليش؟ لانه بيقول لي، بتعرفي انا بالاستاذ حسان في اسرار بيناتنا، بيقول لي اذا فتلت الدنيا كلها لا بلاقي لا بجمال غاده ولا باخلاق غاده ولا بتربايه غاده، بعدين هو بيحبك كثير، اساليني ليش؟ يلعو قلبك لهيت اللي قلبي ليش؟ بعدين لحظة، اللي بحب هيك بيعمل؟ ما أحلاه ما يحبك، طبعاً بحبك، رح أقول لك ليش. أنت شقرة وعيني خضر، هو أشقر وعينه زرق، بيجوا الأولاد على نيلي، هي أولاً. ثانياً، أنت بنت مرباية وبنت عالم وناس، ما شاء الله يعني أخلاقك بتشهد لك، هي ثانياً. ثالثاً، الزلمة كان متجوز وطلق مرته، واحزري ليش؟ لأنه بتغار عليه، بقى ديري بالك على طيرك ليطير ويروح لغيرك. ندير وشك لعندي، لا تطلع لورا. شو في شيء؟ لك قلت لي انه مستحيل يتطلع على غيري؟ انتوا رجال كلكم كذابين. يلا لا بس عن جد انت فعلا كبرانه وحليانه كثير. ايه لكن مشان تعرف. هلا بشرفك بشرفك، مين احلى انا ولا مرتك؟ تفضل سيد حسان جاوبة. لا مرتي طبعا، مرتي واحلى منك مليون مرة. مرتي غادة. سابرينا كانت طالبة عندي من شي 5 سنين. يعني انت هالحركات ما بدك تبطلها. لك يا عبد الشوم عليك.
انت ما رح تزوق على دمك؟ لسا في حدا بالكافيتريا غيركم؟ انا وياها كنا وكنت قاعد عم بسفق محاضرات على اخلاقك، خجلتني، شو بدي احكي هلا؟ بعدين نفسها لغير نوع بدي. الله محيي الثابت عمي. لك صغيرة كبرت. انت اللي عساس طلعتك صغير وطالب 11. شرب انا ومرتك 2 عصير حاسب عنا. شكله اجاني حدا، يلا شوي تاني بحكي. مرحبا طارق. اهلين مدام غادة. بصراحة أنا بدي إياك بقضية. قضية؟ يا على عيني، بس شو هي؟ طلاقي. طلاقي؟ تفضلي. طب طول بالك شوي، الله يخليك. ما بقدر طول بالي، أنا بحبها لمرتي وما بقدر أعيش بدونها. صابرينا خلص عن جد اطلعي من حياتي. طب بس أنا بحبك وكتير كمان. بس أنا بحبها لمرتي. بس أنا هاد الشي مو ذنبي، أنا بحبها كتير وانت بتعرف. صابرينا بترجاكي، انت لساتك صغيرة، فيك تروحي وتعيشي حياتي. خلص عيشيها بعيدة عني. بس أنا ما بقدر. بس أنا بقدر. يعني انت متأكدة؟ طبعا متأكدة، شفنا انا وغسان معه. استاذ حسان مستحيل، يعني انا ما بصدق انه هو يعمل هيك. صدق صدق، ياما تحت السواهي دواهي. لا يا مدام غادة، شو هي تحت السواهي دواهي؟ مو حلوة. انا برأيي بلا الطلاق، طلاق مو منيح. انا بدي طلق، ما بقدر اعيش مع واحد عم يخونني. يعني مصرة. طيب معلش، مو انا اللي امشي بالقضية، محامي تاني مثل ما بتعرفي. استاذ حسان كان استاذي بالمدرسة. بفهمك. ماشي، معناتها انا رح دور على محامي تاني. وراحت السوق. مرحبا يا شباب. شو الله ينتبه، انت قاعد خلقتي بس. شو بكم شباب؟ قلنا لكم مرحبا. والله يا استاذ حسان، يعني ما بعرف الشيء اللي سويته يعني مو صح. مو هذا العشم فيك بنوبه يا حسان، ها؟ غلطت غلطه كبيره كثير. ايوه، شو بده يحكي الواحد بس؟ بس على قولة المثل، قال يا موجوع خفف دموع. هذا اقول لك شو موجوع وشو دموع. هلا شو القصه، شو صاير؟ استاذ شو هي القصه اللي سمعناها؟ قال حب وما حب واجواء. حب شو؟ لك يا اخي عامل عامله، خليك عندها وكون رجال وقول انا عملت هيك، بعدين بتحاسب. بس قول انا عملت هيك، لا تقول ما عملت. لك العامة بين عيونك، الإمام بتنبق بيتم مغفولة، لك دغري اجيت وبتقرا للمغفولة، لك شو حكيت لهم ولاد؟ استاذ في مجال تفهم شو القصة بعدين تخانقني. شو القصة؟ استاذ أنا ما دخلني، هي طالعة الدرج عم تبكي، شافوا الكل وفهموا القصة. وين طلعت؟ طلعت لعم طارق. وقال كمان إنه بدها تطلب الطلاق، شو رأيك؟ نعم بدها تطلب الطلاق. العامة شو جنت هي؟ لا لا عمي، مو هي جنت، أنت جنيت، أنت عم تطلع من توبك. والله يا استاذ حسان، نحن مو جاي على بالنا نسلم. اوف، وليش بقى؟ لانه في واحد بيكون عنده مره مثل الست غاده، جمال وذوق وثقافه ورقه، بيطلع على غيرها. لك انت شو محرم عليك؟ لك انتوا عن شو عم تحكوا؟ والله ما بعرف، اسال حالك يا بتاع البنات المراهقات. انا هيك لك راما؟ لك الله وكيلك مو هيك، انتوا فهمانين الموضوع غلط. كلكم بتقولوا هيك بالاول. يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم. اللي مخبصه جاي اسا تطري الجو وتضحك عليها بكلمتين، مش هيك؟ لك تخبيص شو هيك شو؟
أهلين طارق. غادة إن شاء الله فهميني واسمعيني. شو بدك تفهم دخلك؟ لا خالي خلصنا بقى، يعني عندك كلمة منيحة أقوليها، ما عندك خلاص يعني. غادة ما في شيء من اللي ببالك، القصة مو هيك. لكن شو القصة؟ القصة وما فيها إنه هاي البنت صار لها دبقنتني فترة وما بعرف منين طلعت لي. يعني هي كانت طالبة بكالوريا عندي من شي 5 سنين، ومن هديك الأيام ما شفتها. إذا بدي خدي رقمها احكي معه وفهمي منها شو القصة. أنا ما شفتها من هديك الأيام لتاريخ اليوم. والمسجات والورد؟ والله العظيم ما بعرف عنهم شي. لك يا مجنونة، معقولة أنا خونك؟ بس شو؟ أنا برأيي يا جماعة إن كنت أجلو هذا الحكي للبيت، انزلوا هلا على البيت وأحكوا. مدام غادة الموضوع اللي حكينا فيه جوا خلينا نأجله أحسن. لك شو نأجله؟ بلا 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 أحسن. اسمعي مني، محامي وفهمان، الأستاذ حسان ما في منه وردة. لك يخلي لي إياه. ماشي شرفي. طبعا غادة تفهمت القصة ورجعت لحسان، ويا دار ما دخلك شر. بس تحسبا صارت غادة كل فترة والتانية تلاقي لها سفرة هي وحسان. ايه الغيرة هيك بتساوي. مرحبا، حضرتك رامة تقي الدين؟ ايه انا. خير شوفي في انا، انا لو في انساك وعيش لك اخي. والله ليش في قلبي، والله ليش في قلبي، ما بدك تغديني انت؟ ابو خلدون انا دائما بدي غديك، ما تقوم انت تتنحنح حتغدينا. ليه هيك عم تحكي؟ بطلي الطرس تبعك والله عيب عليه. الله لا يحيي جابت لعبد يا زلمة. عم لك ما في مصاري، ما في مصاري لا شغلي ولا عملي. حبيبي احسن ما تقعد تلوم هيك وتنوح، روح نبر دور على شغل. احسن ما تقعد تنطر هاي الهام شاهين تبعك. ولا قوه الا بالله. عم لك ما في شغل، شو جبتي شغلي عندي وروح اسحب رجلي. لك اسعى يا عبدي لا اسحبك. لك يا اخي بدك تطعمين ولا لا؟ امري لله راح غديك هلا. قايم جيب لك فروج مشبع الفحم منيحه. ما محبوم؟ لا وشحاد ومشارد كمان. ليش عم تحكي معي هيك؟ ليش شحاد؟ منين شحاد؟ انا شحاد؟ ليش شحاد حبيبي؟ ليك انا جاي على بالي فرج مشبع الفحم، انا رايح جيبه هلا. حبك تاكل معي، حبك ما حبك تصطفل. خلاص اخي خلاص، مثل ما بدك فروج امرك. شفتك ما احلاك. خلص كربوع شاي وانا باذن الله هيك رايح مشوار، جيب فرج مشبع الفحم وبرجع ان شاء الله. بكون صدت قابلتك باكله لحالي. يلا مرموش مشوار. والله ما بحبه، والله كلام يدي كمان هندي. شو صار معك؟ والله ما بعرف يا راما. هلا انا لازم انزل على المحكمه وشوف شو بصير معي وبخبرك. لا تاكلي هم. يعني في شيء خطير؟ خطير؟ كيف يعني خطير؟ خطير ما في، انا بنزل بشوف شو الوضع وبرد لك خبر. وانت بجميع الاحوال يعني بدك تضلي قويه. اوكي اتفقنا. اتفقنا. يلا ديري بالك على حالك. الله معك. باي. هيك هذا ايمن يعني لو 3 ايام ما اتصل.